اساسي. اللي شغال واتس وشغال فودافون كاش وشغال اتصال باستمرار هو تمام الزيرو 10. تمام الرقم بتاعي 010 98 79 43 24. من داخل محلات افندينا، لاول مره بنصور عند الاستاذ اشرف خضير، ما شاء الله بيوفر لنا جميع المنتجات، الادويه البيطريه، الحبوب بجميع انواعها، الكلفه الممتازه المتغربله، التحديق، بسم الله ما شاء الله، كل شيء يا جماعه مستورد، الحاجات الفعاله، مبيدات الحشرات، عنده سيرم مش موجود في اي مكان في العالم، التحديق، جميع انواع التحديق موجوده عنده، ولو ما لقيتوش هتلاقي الشاب الجميل اسمه ادهم. ازيك يا عم اشرف؟ سلمك يا عم حبيبي. عم شفت حضرتك الفيديو اللي بعته لحضرتك الزغاليل بالنسبه للانسلات والكلام ده؟ البلل المائي ده انا بسميه بلل في الطاجن. الزغاليل غرقانه في الميه بتاعتها، مش عارف ده اسهال ولا الاهالي بتكب عليهم ميه، معرفش. الفرشه عشان محدش يقول ان انا ما بغيرش الفرشه او مش اخد بالي منهم، هو انا مغيرها اول امبارح بامانه. لما لقيتها فيها بلل بسيط شلت الطاجن بحاله وغيرته، حتى التحديق اهو، التحديق الخشن ده. الميه هي ميه صافيه خالص، ما فيش فيها الا البراز بتاعهم يعني خفيف. الزغليل اكله كويس اهو، اكلها يعني ايه، لبة نقول ايه، جامد شويه. الحاله دي متكرره بقالها فتره عندي، بعطي في الايام الحر محلول معالجه الجفاف ده هنا برضه اهو. الزغاليل دي شوف، حتى الاهالي مع كوكين من الطاجن بتاعهم اهو، واضح. جيب الطاجن كده بره بس، ده برضه بدايه البلل. شوف حضرتك البلل عامل ازاي فيهم، متلبنين كويس، الاهالي ساقينهم ميه كتير. انا بقول دي ميه اللي هم الزغاليل بيعملوها، واخدين ميه كتير ما شاء الله. طبعا ايه، تغير الطاجن ده. حتى انا من كتر ما زهقت من الحكايه دي بقيت اشيل الزغاليل واحطهم كده على ارضيه السلاته بالشكل ده، يبقوا ناشفين، بحطهم كده ان هم ما ايه، ما يبقوش مبلولين. الطاجن بتاعهم اهو مبلول خالص اهو، برضه هشيله واسيب لهم الزغاليل في الارض كده عشان ما يتبلوش برضه بنفس الوصف ده. هنا برضه تقريبا في نفس العمر او اكبر يوم ولا حاجه، انا مغيره امبارح. لو شفنا برضه ايه، فيه رطوبه بسيطه اهو هنا، لكن ده حالته اقل شويه، لكن برضه هغيره برضه، او بالكتير يتغير بكره مش اكتر من كده. بس شوف حضرتك الاهالي مديهم ميه كتير، وده كويس عشان الجو اللي احنا فيه يعني، لكن موضوع غرق الزغاليل في ميتهم ده موضوع جديد. ده سببه اجهاد حراري، ارتفاع درجه الحراره نفسها في قلب المكان مع التهاب معوي. ده دايما بيجي للزغاليل السور الحار، مكان بيبقى درجه الحراره فيه عاليه، ممكن يكون في صد او في حاجه، ففي احتباس حراري درجه حراره عاليه، بقى التهاب معه ممكن بتنقل من الاهالي، بيحصل حاله الاسالات اللي انت شايفها. تمام. بندي احنا المجموعه دي بتوقف الاسالات خالص، وفي نفس الوقت برضه من ضمن التركيبات اللي بنحطها في المجموعه بنحط معاها حاجه مضاد سموم عشان خاطر المضادات الحيويه وقبض الاوعيه اللي هو بيوقف الاسالات. تمام. بيبقى له برضه سموم بتتخزن في الكبد، فاحنا عايزين الحاجات دي ما تتخزنش في الكبد وتخرج عن طريق البراز، فبنخلي في المجموعه بتاعتنا مضاد سموم. تمام. فالتركيبه بتاعتنا بتبقى عباره عن اربع انواع بنشتغل بيهم بنظام، ان انا احط من كل عبوه سنتي على لتر الميه، يعني اصبح عندي على لتر الميه 4 سنتي. تمام. بنعطش الحمام الفتره الليليه وفتره الصبح، بندي للحمام سقوط، انا مش عايز الحمام قدام منه الميه طول النهار. آه. برضو الفكره من حكايه التعطيش ايه؟ ان الحمام لما بتحط له علاج في الميه بيبقى بيرجع شويه عن الايه؟ عن الميه. تمام. فانا بعطشه فتره الليل لان احنا في حر، ما ينفعش اشيل من قدام الميه بالنهار خالص، ففتره كده الليل بيبقى العمليه كده كده انا بطفي النور، فكده كده ما بيشربش بالليل. بالظبط. فتره العطش دي هتخليه الصبح يخش على العلاج ايا كان طعمه في الميه. تمام. وفي نفس الوقت هوفر في استهلاك الميه، لان الادويه المستورده طبعا زي ما انت عارف سعرها غالي شويه على الغاوي، فانا عايز ادي نتيجه وفي نفس الوقت ما اكلفوش. برضو الناس اللي هتاخد العلاج ودي اشتغل، لو انت عندك الحمام ما بيشربش المسقه كامله، اعمل علاجك ودي نص المسقه عشان نوفر الادويه، عشان توفر في العلاج. بدل ما اعمل 20 لتر لا اعمل 10 لتر، يبقى انا بدل ما اجيب علاج ب 300 اجيب علاج ب 150 اجيب علاج ب 100 على حسب. ده توفير. تمام. برضو لان النهارده الغاوي ما عادش متحمل اعباء طبعا، والادويه غلط طبعا. الادويه طبعا غلط، لان طبعا انت عارف ان احنا بنشتغل في مستوردات، وكله بالدولار، مرتبط بحته العمله بالزبط. شويه فمش بايدينا يعني. صحيح. تمام. بالنسبه للمجموعه بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها، بنشتغل بأمرو فلوكساسين. أمرو فلوكساسين ده من اقوى المضادات الحيويه اللي بتشتغل على السلمونيلا والبارادايفويد والالتهابات المعويه
محترم جدا بيشتغل تنفسي ومعوي، بس هو في المعوي كمان اقوى من التنفسي. تمام. بنحط معاه في التركيبه بتاعتنا عشان حته قابض للاوعيه، في التركيبه بتاعتنا بنحط الكوليستين الفرنساوي. ده كوليستين فرنساوي محترم جدا برضو، ده من ضمن المجموعه. ده شغلته قابض للاوعيه، بيوقف الاسهالات وقتي. تمام. بس ده هيوقف الاسهال بس، انما الانرو هيعالج. ومعاه حاجه كمان، حاجه كمان اللي احنا بنحطها اللي هو الفلوروميد، ده بيكمل مع الانرو عشان تبقى المجموعه قويه معويه. يعني يبقى انا حولته بدل ما انا بضعف الجزء اللي هنا تنفسي بخلي تركيزه كله معوي، الاثنين مع بعض، الفلوروميد مع الانرو بيعالجوا السلمونيلا المعويه وبيعالجوا الالتهابات المعويه، ولو في باراتايفويد او سلمونيلا مفصليه برضو بيعالجوا. تمام. فاصبح ان انا عندي الاثنين المضادات الحيويه معاهم قابض للاوعيه اهو، ده كمجموعه اساسيه في العلاج. تمام. بحط انا معاهم حاجه كمان دي بقى عشان خاطر ان العلاجات دي او المضادات الحيويه عامه بيبقى لها اثر انها لها سموم بتتخزن في الكبد بتاع الطير. فانا مش عايز احمل الطير اكتر ما هو متحمل، فانا بحط في التركيبه بتاعتنا حاجه اسمها ستيميسول. ده ستيميسول ده مضاد سموم وخماير بتاع شركه انتر تيمر هولندا، بنستخدمه في نفس الوقت. في نفس الوقت هم دول المجموعه الرباعيه اللي انا بقول لحضرتك عليهم. طبعا انا بحط من كل نوع سنتي على لتر الميه، الاربعه مع بعض. تمام. اصبح ان انا عندي ثلاثه علاجي، والرابع بيحول السموم بتاعتهم انها تخرج عن طريق البراز وما تتخزنش في الكبد. وفي نفس الوقت دي فيها خماير بتنشط الانزيمات الهضميه وبتساعد في عمليه الهضم. يبقى انا عندي لو طيور كمان تعبانه وما بتقبلش على الاكل او ما بتكلفش كويس، ده هيخليهم مع العلاج كمان يخشوا على الاكل وما في كلفه مظبوطه، وما نحتاجش ندي خميره بعد العلاج. بعد العلاج بالظبط كده. برضو احنا لنا حاجات تانية هنكمل بيها، بس انا هنكمل بناء عن اليوم الخامس البراز وصل لفين والحام وصل لفين. هندي غسول، هندي حاجه تانية مثلا لو لسه في اصابات بسيطه، هندي حاجه رفع مناعه، هندي حاجه للفيروسات. النهايه بتاعه العلاج هي اللي هتحدد هنكمل ازاي. طب يعني احنا هنقعد 5 ايام دلوقتي وبعدين نشوف، وبعد كده هنصور البروز بتاع الحمام ونصور الاداء بتاع الحمام ووضعه ايه وهنكمل ازاي. تمام. هي خلي بالك حكايه الميه اللي انت شفتها دي انا شفت ناس كتير بتشتكي منها، يعني اللي احنا بنقوله ده هيفيد ناس كتير. المشكله في حاجه النهارده مثلا انا كقاوي عند سطح فانا مقفله صاج، فارتفاع الصاج مفروض لا يقل عن 3 متر قوي. تمام. كله بيبقى مقفل على مترين و20 الصاج. ايه. ما بيعزلش الحراره. ايه. الصاج بيعكس الحراره، بيزود الحراره. فانا عنده طول النهار الشمس على الصاج سخن المكان. صحيح. ده غير ان هو طول الليل كمان بيعكس الحراره. صحيح. على المكان، فدرجه الحراره صعبه. قبل ما يبرد يكون الشمس طلعت تاني. بالظبط كده. فاهم الحاجه ايه؟ ما بلحق. احنا لو الاسهال انتهى زي ما احنا عملنا في فيديو كده، هنعمل فيديو برضه في اليوم الخامس البراز شكله ايه، وهنقول ان احنا بناء على البراز ده اهو هنكمل 1 2 3 لحد ما نعمل فيديو نهائي الحمام. تمام. وصل للصوره الفلانيه بعد ما ادينا 1 2 3 بدايه خطوه اولى للعلاج إن شاء الله. بس دي بالنسبه اكيد حوالي عن 90% من العلاج اللي احنا بنعمله ان شاء الله. ربنا يجعل في ايدك الشفاء حق اشرف باذن الله، والناس كلها تستفاد. احنا ذكرنا في الفيديو بتاعنا العلاجات وقلنا على الانواع وشرحناها. طب انا كغاوي مفيش حد جنبي عنده العلاجات. انا بشحن بفضل الله للجمهوريه كلها العلاجات. تمام. مكان في دمياط، في دمياط ميدان الشهابيه خلف جزاره الداوودي امام الياسر لادوات الصيد. تليفوناتنا ان شاء الله برضو لو هنكتبها في الفيديو، بحيث اللي حابب يتواصل معانا ناقصه حاجه، حابب يستفسر عن حاجه، محتاج نشحن له حاجه، كل الامور متاحه بفضل الله. بالنسبه للعلاجات والمستلزمات والخلطات كل شيء بنشتغل فيها بامر الله ان شاء الله. ان شاء الله الاستاذ اشرف وعدنا ان هو هنكمل علاج مع بعض في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. شاكرين يا حاج اشرف. شاكرين، الف شكر يا حاج اشرف.